مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم. لقاء متجدد على شاشه الاسكندريه وقضايا ساخنه، قضايا كثيره عديده مشاهدينا الاعزاء نناقشها سويا على الهواء مباشره. الجزء الثاني من هذه الحلقه مشاهدينا حيكون عن الكيمياء الخاصه بالادويه والاورام في الجسم الانساني، وده هيكون باستفاضة أكثر لأن خلاص كل العلوم أصبحت متكاملة وتخدم بشكل كبير جدا صحة الإنسان. ده هيكون مع الأستاذ الدكتور أحمد سلطان في الجزء الثاني من هذه الحلقة. أما الجزء الأول وهو الشغل الشاغل لكل المصريين بل كل العالم أيضا، ليس مصر فقط، الظروف الاقتصادية، المؤتمر الاقتصادي، وبعد أيام قليلة إن شاء الله بتستقبل مصر مؤتمر عالمي كبير جدا، كوب 27. وكوب 27 أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك بعض الرواج نتيجة وجود هذا المؤتمر، بعكس ما ناس كثيرة جدا تتخيل. كوب 27 نحن نلفت أنظار العالم لنا حول أن مصر عامة وليس أجزاء منها كما يقولون الإسكندرية هتغرق ومش عارف كل هذه الأشياء، لا، مصر ليست من الدول الملوثة بل هي مفعول بها في أشياء كثيرة، ونحتاج بدلا من أن احنا نجلد ذاتنا أن احنا نشوف حقوقنا لدى الدول الأخرى وبشكل كبير جدا. ده الجزء الأول اللي احنا هنناقش فيه حلقتنا، ولكن من الناحية الاقتصادية المؤتمر الاقتصادي كان بالفعل أيضا في حراك وفي آراء وفي أشياء كثيرة جدا. كتير من اللي هيشوفونا دلوقتي هيقولوا لي من فضلك ما تكلمناش عن مشاريع ولا عن إن احنا هنعمل، وإن في تشريعات جديدة، وإن في يعني العجلة بتدور والمصانع. النهاردة شفنا رئيس لجنة الصناعة المهندس سويدي وهو بيحاول انه يتناقش نقاش مباشر على الهواء مباشرة مع سيادة الرئيس بشكل كبير لإيجاد بعض الحلول في أشياء كثيرة، وأولها أن يكون هناك رخصة ذهبية. رخصة ذهبية أعتقد يعني على قد ما أنا قدرت أن أنا أفهم أنها ما تكونش فيها معوقات كثيرة جدا، ويكون في مصانع تقام وتنشأ بشكل سريع جدا. الاقتصاد ككلمة هي كلمة صعيبة على يعني على أذهاننا على إن احنا نفهمها بشكل جيد جدا، أو كلمة مطاطة كبيرة. لكن رغيف العيش اللي احنا بناكله اقتصاد، كوباية المية النظيفة اللي بتوصل لنا اقتصاد، إدارة شؤون حياتي أنا في بيتي الصغير اقتصاد، إدارة شؤون أسرتي كاملة اقتصاد. كل هذه الأشياء وحدة في منظومة كبيرة جدا هي الدولة، والدولة وحدة في منظومة كبيرة جدا هي العالم. العالم يعاني، يعاني، نحن نعاني، نعاني، واللي يقول ان احنا مش بنعاني وان الارتفاع الأخير أثر علينا وحيؤثر علينا، وعلينا ان احنا نعمل ايه في روشتة بسيطة جدا، وإيه هي التوصيات الأخيرة في المؤتمر، وهل حططولنا وهنستشعرها في وقت قصير ولا لا، تفاصيل أكتر هيكون لقائنا مع الخبير الاقتصادي، خبير الاقتصاد الرقمي والشمول المالي الدكتور محمد النجار. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. نورتنا. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا دكتور. يعني أكاد أكون أكلم لغة الشارع، اللغة العامية، المواطن البسيط، ما يعانيه من لفظ الحياة وصعوبتها في الأونة الأخيرة. هل المؤتمر الاقتصادي والتوصيات التي ظهرت فيه نقدر نقول إنها قريبا هتؤثر بشكل إيجابي على المواطن، ولا إحنا علينا إن إحنا نبدأ بأنفسنا إحنا كمواطنين ولا ننتظر القادم إلا لما يجي القادم؟ والله يا فندم هو ده تكاتف ما بين الدولة والشعب. التوصيات اللي خرجت في بعض منها شيء هام جدا وعاجل، زي مثلا الترخيص الخاصة بالمشاريع الاستثمارية تتبع لجهة واحدة هي تنمية الصناعة. هي منوطة بزيادة. اعتقد ان هي دي الرخصة الذهبية. ايوه يا فندم. وان هي طبعا كل 3 شهور هتقدم تقرير حول ما تم
عملوا من اجراءات تسهيلات وتراخيص وغيره. عندنا جانب اخر خاص ايضا القوانين التشريعيه وكيفيه تفعيلها وكيفيه ان احنا نعمل عمليه فلتره ليها بحيث ان احنا ننسق ما بينها وما بين متطلبات المستثمرين. عندنا ايضا بالنسبه لهيئه تنميه الصناعه ستقوم خلال الفتره المقبله بعمل اليه للاستثمار نفسه، وضع المشاريع الاستثماريه اللي هي ذات الاولويه وخصوصا المتعلقه بتيسيرات انشائها من ناحيه مرافق الكهرباء. سيتم عمل تمويل بنكي للمصانع والشركات، بنكي لاتمام مرافق الكهرباء. طبعا دي كلها توصيات. عندنا توصيات اخرى خاصه بربط الجنيه المصري ليس بالدولار فقط، ودي توصيه هامه جدا بالايوان ودي طبعاً. اعتقد ان دي هتؤتي بثمار جيده في مساله الاستيراد، لان احنا ربطنا نفسنا بالدولار حتى واحنا بنستورد في غير دول بتستخدم الدول. يعني احنا بنحول تحويلتين تاني علشان نجيب نستورد حاجه. طب ليه؟ بالظبط. فخلال ربطه هل احنا بس يا دكتور ولا العالم كله يقوم بهذه العمليه؟ لا، في دول مرتبطه طبعا بالدول، في دول مرتبطه بسله عملات. يعني ما هوش يعني شيء يعتبر سياسه اقتصاديه موحده، لا. يعني احنا اللي ربطنا نفسنا بالدولار منذ سنوات طويله بالزبط. وجرت العاده على ان احنا بنستورد بالدولار وانتهينا بالظبط. طيب احنا لو حررنا هذه المساله، هل في بعض السلع تتفك الدنيا فيها شويه؟ اكيد الى حد ما، على الاقل اعتمادنا في القمح اللي هو السلعه الاساسيه بالنسبه لنا هيكون من روسيا اصلا، بنستخدم الروبل. عندنا في بعض طبعا كل حاجه تقريبا بنستوردها خاصه بالصناعه وغيره، طبعا هي موجوده طبعا في الصين بنسبه كبيره جدا، فده طبعا هيفرق معانا كتير جدا في سرعه الاستجابه للاعتمادات المستنديه الخاصه اللي هي فتحه تتفك اللي هي بالدولار. هيبقى سهل جدا عمليه الاستيراد بالنسبه ل المفروض نقدر نقول مستلزمات الانتاج اللازمه لانتاج بعض المصانع او على الاقل المواد الغذائيه، اللي احنا مستورد رئيسي للقمح مثلا. ده حاجة أساسية بالنسبة. طيب عايزة أسأل حضرتك على حاجة غريبة جدا بتحصل لنا كمصريين. أول ما الدولار بيرتفع، السيدة البسيطة اللي بتبيع حزمة الجرجير بتقول لك أصل أنا غليت النهاردة عشان اللي أنتوا شايفينه والدولار. يا ستي طب يعني إيه علاقة؟ هو في علاقة، مش مفيش، بس النهاردة أنا بتكلم حضرتك في اللحظة الآنية. نتج عن ذلك حد النهاردة بيقول لي احنا عندنا ركود غير عادي، الناس مش قادرة تشتري، فانت بتغلي عليا، فانا ما خلاص اللي بيغلى عليا انا مش هاخده وانتهينا، لان ما عنديش حل بديل. لا، هو في حل اخر بالتأكيد، هو ده. يعني احنا في اقتصاد حر يقضى على سياسة العرض والطلب، ولكن في دور للاجهزه الرقميه. العرض والطلب ده يا دكتور، العرض والطلب ده نتيجه اشياء كثيره. اوعى تتخيل حضرتك ان العرض والطلب ده حضرتك اللي بتصنعه. انت عندك تحديات، عندك انترنت، عندك اصدقاء، عندك مدرسه، عندك ولاد بيضغطوا عليك، عندك رفقاء، عندك جيران، عندك ناس بتحكم عليك بالمظهر، عندك حاجات كثيره، تحديات انت في جزء منها. مظبوط، ولكن هنا يجي دور رقابي من جهاز حمايه المستهلك. ايوه، يعني انا المفروض الى حد كبير المفروض ان انا عندي لحد كبير، زي مثلا الاوفر برايس بتاع السيارات، زي مثلا اللي هو كل حد شخص حر في ان هو يسعر كما بدا له، ولكن انا برضه بيبقى ليها سقف ما ينفعش ان انا اتعداه. فهنا المفروض دور حمايه المستهلك ان هي تقوم بضبط اسعار او وضع سقف لا يستطيع التاجر ان هو يتعداه، وذلك لتحقيق العداله الاجتماعيه وتحقيق الامن الغذائي داخل البلد، لان الامن الغذائي ده احد مقدرات الامن القومي للبلاد. فده لازم، هو بيتكون من اربع حاجات، هو مدى توفر الغذاء وكيفيه الحصول عليه واستقراره وكيفيه استخدامه ايضا. فانا لازم مش فقط ان هو يتوافر، لازم كيفيه الحصول عليه وكيفيه استخدامه واستقراره، فلازم اضمن الاربع
ابعاد الخاصه بالامن الغذائي، وايضا السلع المكمله، لان السلع المكمله في بعض فئات المجتمع هي تعتبر سلع رئيسيه بالنسبه لهم، هي مختلفه باختلاف تفاوت المجتمعات او طبقات المجتمع بعضها وبعض. طيب يعني انا بشوف ان الناس بدون مناسبه، ما اعتقدش انه يعني ان الدولار اثر من امبارح للنهارده، لان السلعه موجوده في الاماكن. طب يا جماعه انتوا بتعلوها ليه؟ يقولك اصل انا عامل حسابي لما هاجي استورد التاني. ودي غلطه كبيره يا فندم. ليه يا فندم؟ فلنفترض ان هو بيبدا مشروع جديد اليوم، فهو من حقه انه يسعر على سعر الدولار اليوم، بس هو عنده مخزون، فالمخزون ده لما هينتهي كان بيبدا كانه بيبدا مشروع جديد من اول وجديد، علشان يحصل عداله اجتماعيه وما يحصلش ان يزود الفجوه ما بين احتياجات المجتمع وبين تلبيه الدوله لاحتياجاته. ده بقى عامل كبير جدا عشان على كده اللي حضرتك بتقوله شيء مهم جدا، وهو الرقابه. طبعا. دور جهاز حمايه المستهلك بشكل كبير جدا، لان انت حضرتك في بعض السلع المعمره لما تروح تشتريها يقول لك اصل بص انا مش عارف. بالظبط. يعني ايه مش عارف؟ يعني مش عارف ثمنها كام. وفي تجميدي ايضا لحركات الشراء نفسها. ايوه يعني ممكن الانسان يكون اشترى اليوم عسى انه يستلم بكره مثلا، فيلاقي ان هو وقفت عمليه التسليم لانه مطالب بتسديد باقي مبلغ، في حين ان البضاعه موجوده في المخازن. طبعا ده شيء مش منطقي، فاحنا محتاجين طبعا تفعيل دور الرقابه لجهاز حمايه المستهلك ووضع معه ضبطيه قضائيه. ايوه. للتحكم في الاسواق. مش كده وبس يا دكتور، في جزئيه اكثر جشعا، وهي تاريخ الصلاحيه، وهي السلع اللي ما هياش على المستوى بتنزل الان. في ليه؟ لانه الناس بتبقى محتاجه انها تاخد الارخص، عادي اقتصاديات اسره، فبتضطر انها ما بتبقاش اخده بالها من اشياء كثيره جدا. من تاريخ الصلاحيه طبعا، او بيتغاضى عنه بقى. او بيتغاضى عنه لظروف معينه، لظروف ولكن اقتصادية هذا ايضا موجعه. بالظبط. ولكن هذا ايضا يا فندم من ضمن صلاحيات جهاز حمايه المستهلك. احنا مش عايزين المواطن هو اللي يشتكي في حاله حدوث شيء مشكله. بالظبط، مشكله. ولكن لازم دور رقابي بصفه مستمره، دور اشرافي على المنتجات الموجوده على الاقل في المجمعات ومناطق الخاصة ببيع السلع الغذائية وغيرها. السؤال اللي بيفرض نفسه الآن، أهم التوصيات اللي خرج بها المؤتمر الاقتصادي وإن شاء الله تلاقي هوى لدى المستثمرين، وحتى مش المصريين ولكن المستثمرين الأجانب، يعني ده أهم حاجة المستثمرين الأجانب في الفترة الحالية. أوكي. طبعًا موضوع تحرير سعر الصرف ده هيعوض إلى حد كبير، إلى حد كبير هيعوض هروب الأموال الساخنة من مصر. الشيء الثاني، تفعيل أو إبراز دور القانون الخاص بالاستثمار 72. القانون مليء بنقول العوامل التي تثير شهية المستثمر للاستثمار داخل مصر. اللي يمنع ده ايه؟ ان احنا من وجهه نظري ان ده لازم يتم التسويق لهذا القانون في عمل مؤتمرات وغيره، سواء في مصر او في الشرق الاوسط او في دول الخليج العربي حتى داخل مصر، بحيث ان المستثمر يعرف ما هي الحوافز الضريبيه الخاصه بهذا القانون، واللي ممكن ينول عليه او يعود عليه من استثماره داخل مصر. طبعا مصر مليئه بالموارد، مصر ايضا تعمل على تنميه مواردها وبتعمل في شتى المجالات، وخصوصا في ظل التنميه المستدامه بابعادها الاربعه، يعني سواء البعد الاجتماعي او البعد الاقتصادي او البعد البيئي او البعد التكنولوجي. بتحاول ان هي دايما تسبق، يعني احنا بنشتغل بطريقه تفوق امكانياتنا كدوله. وبنحاول نثبت نفسنا. احنا بنحاول حتى نتصدى لازمه المناخ، رغم اننا لسنا مسببين لها. اي خالص. ونحن نتحمل ضرائبها. ونتحمل عواقبها. بس لازم يكون عندنا توعية كافية للمواطن يا دكتور بان احنا ما احناش المسببين، وان احنا محتاجين تعويضات، والتعويضات ديت تصرف وتصرف بشكل دوري، لان احنا ما كناش متسببين. فاحنا ليه يعني ليه هنفضل اقول ايه بس ندفع ضريبة؟ بالظبط يا فندم. هو طبعا في اتفاقية قامت، اتفاقية كيوتو من سنة 92. أي.
وصولا الى ولم يتم تنفيذ اي بند من بنودها. بالظبط. امريكا طبعا الولايات المتحده الامريكيه هي نقول تحفظت على التوقيع على هذه الاتفاقيه بدعوه ان هي طبعا مسؤوله هي ودول اوروبا من ايام الثوره الصناعيه عن المشاكل اللي حصلت في او التلوث الناجم عن الثوره الصناعيه. لحضرتك عارفه اي ثوره صناعيه بتحدث بيحصل لازم يحصل نقول انبعاثات كربونيه. ولكن هو يعول ذلك ان هناك دول اخرى ستتبعه في القائمه وبالتالي ان يكون هو الوحيد المتسبب في تلك الكارثه منها الهند والصين. فهو حابب ان هو مش انا الوحيد المتحمل هذه المسؤوليه، ولكن ده شيء برضو ما يخصناش احنا. بالظبط. يعني افريقيا بالذات هي اكثر قاره هي متضرره. بالظبط. ومن فئات الخطر يا دكتور. طبعا. تخلص من فئات الخطر، ما دي برضو من الحاجات الموجعه برضو. وايضا هشاشه الاقتصاد الموجود في دول في قاره افريقيا عامه بصفه عامه، مش هنخصص، نتيجه للظروف البيئيه. بالظبط. فهشاشه الاقتصاد ده لا يسمح بعمل صح. اجراءات لمواجهه تلك التداعيات. فبالتالي نحن مستقبلين فقط ولسنا لدينا الثوره الصناعيه تلك الفائقه التي قد تحدث ذلك التلوث. فاحنا يعني احنا طرف متلقي. يعني المفروض تلك الدول ومفروض ان يتم عقد او عقد اقتراح في الامم المتحده بتولي تلك الدول مسؤوليه تقليل تلك الانبعاثات الكربونيه او تقليل تلك الموجوده الاثار الموجوده بالفعل داخل تلك الدول، منها طبعا التصحر ومنها ارتفاع مستوى بحر مستوى سطح البحر ممكن حتى يوصل اسكندريه بمنتهى السهوله. يعني ده موضوع من ضمن الـ 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 الابحاث التي قامت هذا الشأن. فاحنا عندنا الدلتا واسكندريه تعرض ل مش يعني هو في ثلاث مدن عالميه منها الاسكندريه شنغهاي، وفي مدينه اخرى ثلاث مدن، لكن الى الان لم يثبت ذلك بالدليل القاطع. كلها ارهاصات وكلها بعض الابحاث، لكن الى الان ما فيش اثباتات قويه. ممكن طبعا. يعني طبعا انا مش متخصص بيئيا. ولكن هذا اثر اقتصادي طبعا كبير. طبعا. طب تغير المناخ. وحتى دكتور الاثر لو لم يتم فهو تم، ما هو انا هاجي اعمل اقتصاد في دوله او في مدينه هي منظور لها انها عندها غرق وعندها اشياء، ما هو ده برضه بيؤثر على الاقتصاد. اذا البيئه بتؤثر على الاقتصاد بكل الاشكال. طبعا يا فندم، لان احنا من اكثر اقتصاد العالم قائمه على الموارد الطبيعيه. طبعا. احنا عندنا موضوع، احنا عندنا ندره في حاجتين، في الارض والمياه. تمام يا فندم. احنا الى حد ما اخذنا اجراءات. ايوه. منها اداره الامطار. حضرتك عارف المشروع حاليا في الاسكندريه بخصوص إدارة مياه الأمطار وعمل شنايش وغيره لتوريد تلك المياه إلى مشروع الدلتا الجديد. أي. طبعا ده مشروع قومي أيضا هيقلل من نظرة الأرض الزراعية داخل مصر، هيبدأ نعمل فيها محاصيل، هيشغل عمالة. كل دي إجراءات إحنا بناخدها للتغلب على ذلك. في عندنا ايضا مشاريع اخرى قامت منها مونوريل، منها ايضا القطار الكهربائي، منها القطاعات الخاصه بالطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده، المباني الذكيه، عندنا 20 مدينه المفروض جيل رابع، ونخش بقى في التحول الرقمي الخاص بالدوله، سواء بقى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي او عندنا جينوم كمان، حاجة رائعة يعني، لكنها كلها حاجات لما نتكلم الناس عليها تحس انها مش بتاعت هذا الجيل. انا بقول لهم لا ان شاء الله نلحق، لكن هي الظروف الاقتصادية اللي خلتنا مش حاسين بالانجاز. يعني الظروف الاقتصادية اللي خلت الناس ما تبقاش واخدة بالها من الانجاز، لكن ان كنا نتحدث عن الانجاز، لا في انجازات كثيرة عديدة. واحمق من لا يرى غير كوب المياه اللي معدوم المياه، فعلينا ان احنا يكون عندنا نظره فيها امل بشكل كبير جدا. بالتاكيد يا فندم، هقول لحضرتك حاجه، احنا مثلا محنه كورونا، محنه جائحه كورونا. هذه المحنه تولد عنها منحه. ان احنا ما كناش متوقعين ان تطور
معدلات ومؤشرات الشمول المالي والتعليم عن بعد. بالظبط يا فندم. التعامل التجارة الإلكترونية وغيرها زاد بمعدلات غير مسبوقة، حتى اللي ما كانش عنده استعداد أو توجه لاستخدام تلك الوسائل التكنولوجية ده سرع. ماهية الشمول المالي؟ لأنها كلمة مطاطة أيضا. الشمول المالي، الشمول المالي تعني يعني احنا طول الوقت دكتور بيطلع لنا كده بعض المصطلحات اللي نلاقي الرجل البسيط اللي هم اهالينا وناسنا، يا جماعه كلموا بسطوا لنا الامور ابسط من كده. هنخليها من شمول، خليها اشتمال. اه اشتمال يعني اشتمال جميع المعاملات الماليه في الدوله تحت غطاء رسمي واحد. طيب ده ايه فائدته؟ اللي ما يبقاش عندي اقتصاد موازي. مش هيبقى عندي اقتصاد موازي او اقتصاد اسود. طيب فبالتالي انا بقدر اوصل الدعم لمستحقي، اقدر احصل الحصيله الضريبيه كامله من الانشطه الاخرى، انا بمنع الموارد الماليه عن منابع الارهاب. ده شيء هام جدا، لان لما يبقى التعامل كله تعامل بنكي فبالتالي انا بقدر ان انا اسيطر على جميع الاموال، سواء حركه الاموال سواء الداخل او الخارجه من داخل البلاد. انا بقدر احمي المواطنين من تعرض النصب، انا بقلل تكلفه العمله، تكلفه طبع العمله. فبالتالي انا لما بقلل تكلفه طبع العمله انا ممكن استغل تلك التكلفه في مشاريع اخرى. فطبعا الشمول المالي ده شيء اساسي لنهضه الامم، يعني هو حاليا ده شيء يعني متبع في دول العالم المتقدم كله بالكامل. التعامل المالي ما بيكونش غير عن طريق الوسائل الالكترونيه سواء بطاقات الاي تي ام او غيره. طيب انا عايزه حضرتك قبل ما نختم هذا اللقاء تقولي روشته الناس تستخدمها، الدول استخدمتها، لان احنا مش هنخترع العجله، اكيد في ناس كتير مرت باللي احنا فيه والعالم كله الان يمر بالظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها. نعمل ايه؟ ندير حياتنا ازاي؟ انا كان معايا مبلغ امبارح، النهارده مبقاش هو نفس المبلغ. تمام. ومطلوب مني ان انا ادير حياتي كما هي كمواطن. حضرتك عايزين اجاوب حضرتك كمواطن. كمواطن خلينا نتكلم على المواطن، لان هو ده الاهم بالنسبه لنا، ان احنا نفكر بصوت عالي. طيب مبدئيا ونتكلم ما تقوليش رشادي. هقول لك ليه بس يا دكتور، لان اوريدي في الزياده الاولانيه انا نشط. اوكي. ومرتبي ما زادش. تمام. طيب مرتبي زاد 300 جنيه. كويس. اوكي. لسه هقبضهم اول الشهر. تمام. هو راح. كويس. وراح عليهم كمان، وحضرتك متفق معايا في كده. وانا اوريدي مرشده. في انت تقدر ترشد حضرتك على نفسك. صح؟ لكن لما يجي طفلك وهو رايح المدرسه هتعمل معاه ايه؟ طب احنا خلصنا من مرحله الترشيد صح؟ طب يبقى انا هخش في مرحله تنميه مواردي. بالظبط هو ده. اعمل ايه؟ تنميه مواردي ترجع لكل شخص هو ممكن يكون ناجح في ايه؟ او كاسره ناجحه في ايه؟ الدخول في مشاريع متوسطه، على فكره هو في تمويلات خاصه بالمشاريع الصغيره والمتناهيه الصغر تماما. والدوله عاطيه. حد بعتلي بيقول لي لما بروح اخد المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر هيبقوا شويه كمان هيقولوا لي خلي ولادك رهن لغايه ما تجيب بقيه الفلوس. فدي هيجيب ورق منين؟ اذا كان هو لو هو يملك محل، لو هو يملك ده او ده او ده ما كانش هيروح ياخد قرض. هو دلوقتي حضرتك يا فندم هم عملوا حتى الترخيص بدون محل، يعني ترخيص الكتروني، يعني يقدر يعمل موقع الكتروني كمكان افتراضي ويقدر ياخد عليه الترخيص. هو بيقدم لازم دراسه، لان التمويل اللي بيفرق التمويل على الاقتراض ان التمويل قائم على دراسه. فلازم الانسان يكون يعمل دراسه لمشروعه حتى يضمن الجهاز، حتى لمصلحه الشخص نفسه ان هو ما يفشلش ولا يستطيع مواصله مشروعه. فلازم يكون شو يدرسه ولازم يفكر، اصل يا فندم ده وضع عام. يعني احنا مش بنمر بيه كوضع خاص، بالعكس. يعني احنا برضو الدولة قدمت العديد والعديد لنقدر نقول احتواء الشعب، سواء من حياة كريمة ومبادراتها وغيره، والمنح الممنوحة للشعب وغيره. طيب فأنا دلوقتي لو محتاج مثلا مشروعات الطبخ بالنسبة لسيدات المنازل، مشروعات مثلا الصغيرة تماما الحرفية،
الحاجات دي كلها مباحه يا فندم ومتاحه لاخذ تمويلات. فهو ده المهم فقط ان هو يعرف اين يقف الان وماذا يستطيع ان يقدمه في المستقبل كدراسه. نتمنى يعني اتمنى ان احنا نحاول، لان مساله الترشيد احنا رشدنا، فما علينا غير ان احنا ننمي مواردنا زي ما الدكتور نجار قال، نحاول مره واثنين وثلاثه ويكفينا شرف المحاوله. نورتني وشرفتني يا دكتور. شرف لي يا فندم. الاورام من الحاجات اللي بتوجع القلب، لكن انا ببقى سعيده جدا جدا ان كل مرض بيبقى له بالفعل علاج، بتبقى حاجه كويسه، بنبقى سعداء جدا جدا. المصيبه او الحاجه اللي بتوجع انه يكون في مرض ملهوش اي علاج، لكن الاورام لديها انفراجه كبيره جدا. حول هذا الموضوع هيكون الجزء الثاني من هذه الحلقه، تابعونا مشاهدينا.